السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول درس سنقوم بشرح أول شيء واجهة البرنامج. عند فتحك للبرنامج الفوتوشوب ستظهر لك بهذا الشكل، حيث هنا لدينا أين مكتوب PS أو فوتوشوب تجد مجموعة من القوائم، منها ريستوري وريدوير وفيرمي، في حين أن هنا لديك هذه القوائم وهي القوائم الرئيسية لأي برنامج، فيها كل الأدوات المختلفة لبرنامج الفوتوشوب. هنا لدينا قائمة الخاصة بالمعلومات الأساسية للأدوات. لاحظ معي، إذا غيرت الأداة إلى أداة الفرشاة ستتغير معي المعلومات إلى هذه الأداة، تصبح معلومات خاصة بها. إذا أتيت إلى أداة الممساحة تتحول هنا الإعدادات إلى إعدادات أداة الممسحة، وبهذا الشكل. هنا قائمة الأدوات الخاصة بالبرنامج وهي الأدوات الرئيسية للرسم والتعديل والدمج، في حين أنه في هذه الجهة تجد في القائمة السفلية Layer من هنا والشانل، هذه القائمة أين توجد الطبقات، في حين أن هذه القوائم في الأعلى هي قوائم خاصة بالتعديل. كل قائمة من هذه القوائم يمكنك التعديل عليها وفق ما يناسبك وتحريكها إلى أي مكان آخر. لاحظ معي، إذا أتيت إلى هنا فإنه يخبرك أنه بإمكانك وضعها في هذا المكان بهذه الطريقة. يمكنك التعديل على هذه القوائم وفق ما يناسب عملك أنت. إذا قمت بالتعديل وأردت العودة إلى الشكل الرئيسي للبرنامج، كل ما عليك أنك تأتي إلى أداة Essential من هنا وتأتي إلى Reset Essential من هنا، فتعود معك القوائم إلى القوائم الأصلية أو إلى الشكل الأصلي للبرنامج، في حين أنه يوفر لك البرنامج أيضا بعض الأدوات الأخرى أو بعض الأشكال الأخرى الخاصة بالعمل. مثلا إذا قمت بعمل شيء أو عمل مشروع خاص بالتحريك، يمكنك العمل بهذه الطريقة وهذه الأدوات التي يوفرها لك البرنامج بهذا الشكل. إذا كنت تعمل على شيء له علاقة بالبينتين، يمكنك العمل على هذا الوركسبيس، في حين أنه إذا كنت تعمل على الفوتوغرافي تيبوغرافي مثلا، يمكنك العمل على هذا الشكل أيضا. يمكنك إنشاء شكل خاص بك أنت من خلال الضغط على New Workspace، في حين أن عندما تنشئ شكل خاص بك وتريد حذفه تضغط على Delete Workspace. كل هذه القوائم المتواجدة معنا هنا يمكنك التعديل عليها وإضافة قوائم أخرى من خلال قائمة Window، حيث هذه القوائم المتواجدة لديك هنا يمكنك التعديل عليها وفق ما يناسبك وإظهارها. مثلا يمكننا إظهار قائمة أخرى مثل قائمة الهيستوري بهذا الشكل. هذه القائمة يمكنني إضافتها إلى أي مكان، مثلا هنا، أو يمكنني نقلها إلى هذا المكان هنا، أو يمكنني وضعها هنا بهذا الشكل، في حين أن هذه الوركسبيس المتوفرة هنا يمكنك إيجادها دائما من ويندو وركسبيس، وها هي متوفرة معك بهذا الشكل. الآن أي قائمة متوفرة لدينا مثل هذه القائمة الموجودة هنا أو أي قائمة أخرى ستظهر معها هذه القائمة السفلية. لاحظ معي، الآن إذا أتيت بهذه القائمة هنا حتى نراها بشكل جيد، ستضغط على هذا السهم المتوفر هنا وتظهر معك مجموعة كبيرة من الإعدادات الخاصة بهذه الأداة. نفس الشيء مع باقي الأدوات الأخرى، مثلا في اللاير تظهر لنا مجموعة من الإعدادات الخاصة باللاير أو الطبقات. هذه الأمور كلها سنتحدث عنها لاحقا وليس الآن. الآن هذا كل ما يخص الواجهة، هذه هي إعدادات الواجهة وكيف يمكنك التحكم فيها. الآن ننتقل إلى التحكم في الإعدادات العامة لبرنامج الفوتوشوب وكيف تقوم بالتعديل عليها. عندما تريد الذهاب إليها تأتي دائما إلى Edit من هنا، وثم تنزل إلى Preference أو بالضغط على Ctrl زائد حرف K بالفرنسية أو الإنجليزية. عندما تضغط عليها تفتح معك هذه النافذة بهذا الشكل، حيث فيها مجموعة كبيرة من الإعدادات التي يمكن التعديل عليها وفق ما يناسبك لاستخدام برنامج الفوتوشوب.
نحن سنتطرق إلى أهم هذه الأدوات وأهم هذه الإعدادات. لاحظ معي أول شيء هنا في هذه القائمة الأولى الخاصة بالجنرال، أهم الأشياء التي يمكننا الحديث عنها هو هنا. لدينا أول شيء Animated Zoom، كما تلاحظ معي أني أنا أقوم بتفعيلها، تفعيلها يعني بأن الزوم يكون أكثر انسيابية، في حين عدم تفعيلها فإن الزوم يظهر لك كأنه عبارة عن صورة يتم تكبيرها كل مرة بشكل مختلف. حتى تفهم بشكل جيد ما أقصده، لاحظ معي الآن لدينا هذه الصورة. سنعود إلى الإعدادات العامة. لاحظ معي عندما أقوم بإلغاء هذا الخيار الخاص بأنيميتد زوم، لاحظ معي عندما أقوم بعمل زوم كيف يحدث هذا الأمر، فإنه عبارة عن أن الصورة يتم تكبيرها. لاحظ معي الآن، لاحظ بهذا الشكل الزوم، الصورة يتم تكبيرها وتصغيرها، في حين أنه إذا قمت بتفعيل هذا الخيار لاحظ معي كيف أن الصورة تكون أكثر انسيابية في الزوم أوت والزوم إن بهذا الشكل. هذا كل ما في الأمر. نعود إلى القائمة بالضغط على Ctrl K. هنا لدينا مجموعة من خيارات، الخيار الأول وهو Zoom Resize Window، يمكنني تفعيل هذا الخيار الخاص بزوم ريسايز ويندو، أو يمكنني تغيير إلى زوم ويذ سكرول ويل الخاصة بالفأرة. يعني الآن أنا شخصيا أقوم بالتفعيل بهذا الشكل، حيث أقوم بالتكبير والتصغير من خلال الفأرة بالزر الوسط المعروف الخاص بالزوم إن والزوم أوت، وهو الأفضل دائما لعمل الزوم بدل ما أنك تبقى تضغط على كنترول زاد و كنترول زائد وكنترول ناقص للعمل. في حين أن باقي الأدوات الإعدادات الأخرى يفضل دائما أنها تبقى بهذا الشكل. هذا بخصوص جنرال. ثم نأتي إلى انترفيس وهي الواجهة. لاحظ معي أول شيء أنه لدينا أنواع خاصة بالألوان، حيث يمكنك تغيير لون الفوتوشوب إلى أي لون يوافقك ويساعدك أنت، لكن دائما يفضل استخدام الألوان الغامقة لصحة عينيك ولتتمكن من العمل لفترات طويلة جدا باستخدام البرنامج ولا تتعب عينك منه. لاحظ معي هذه الألوان هنا، الألوان الفاتحة فهي حقا مضرة بالعين، في حين أن الألوان الغامقة مفيدة جدا. شخصيا أستخدم هذه الطريقة، يمكنك التغيير أنت إلى أي طريقة أخرى أو إلى أي لون آخر. هنا أيضا لدينا مجموعة من المعلومات أو الأوبشن الخاصة بالانترفيس والتي يمكنك أيضا العمل عليها وتعديلها وفق ما يناسبك. بالنسبة لنا يمكننا تركها بهذا الشكل. ثم نأتي إلى هنا، لدينا أيضا مجموعة من الخيارات لا تهمنا كثيرا. ثم نأتي إلى File Handling، هذه الخيار هنا لدينا أداة مهمة جدا يجب الانتباه لها، وهي Automatically Save Recovery Information Every 10 minutes. يعني باختصار شديد أنه يمكنك حفظ الملف كل مرة، كل 10 دقائق حفظ الملف، يمكنك تفعيلها واختيار المدة التي كل مرة يتم فيها حفظ الملف. لكن إذا قمت بهذه الخطوة يجب الانتباه جيدا أنه هذا سيؤثر على عمل البرنامج وسيصبح ثقيل جدا خاصة عند الحفظ. لذلك شخصيا لا أفضل عملها، بل أفضل كل مرة ومرة أضغط على Save مباشرة بطريقة عادية من خلال File ثم Save من هنا، أو بضغط على Ctrl S بطبيعة الحال. في حين أنه دائما تجد مجموعة كبيرة من الخيارات الأخرى والتي لا تفضل تغييرها إطلاقا، فقط لدينا هنا Recent File List، وهذه خاصة بعدد الملفات الموجودة في البرنامج. ماذا نتحدث؟ نحن نتحدث عن فايل. عندما تأتي مثلا إلى Open Recent لاحظ معي أنه متوفر لدي 20 ملف قمت بفتحه سابقا، يمكنني العودة إليه من هنا. هذا بالضبط ما أتحدث عنه في هذا المكان هنا، 20 فايل أو 20 ملف.
يمكنك إنقاصها إلى 10 ملفات مثلا. لاحظ معي الآن، إذا ذهبت إلى File ثم ذهبت إلى Open Recent، لاحظ معي أنه توفى لدي فقط آخر 10 ملفات يمكنني العودة إليها من هنا. شخصيا دائما أفضل تركها في 20، في حين أنت يمكنك تغييرها وفق ما يناسبك، يمكنك جعلها أكثر ويمكنك جعلها أقل، في حين إذا كانت أكثر ستؤدي إلى ضعف البرنامج وتشنج الجهاز، في حين أنه إذا كانت عدد قليل مثل ما تلاحظ الآن 20 10 30 فهذا لا يؤثر كثيرا على البرنامج الخاص بك وعلى الحاسوب بصفة عامة. الآن نأتي إلى هذا الخيار Performance، وهو خيار مهم جدا أيضا، لديه مجموعة من الخيارات التي يجب أن تركز عليها. أول شيء لدينا الخيار الخاص بالرام، لأن البرنامج يستغل على الرام فإنه أكيد يطلب منك كم النسبة من الرام التي ستوفرها للبرنامج. لاحظ معي الآن، هنا لديك الرام المتوفرة في حاسوبك وهي بالنسبة لي تقريبا 3 جيجا. هنا لدينا ايديال رانج وهو المكان المفضل، يعني ما بين وبين بين 1841 و2410 يفضل ان تكون استخدامي للرام في برنامج الفوتوشوب. هذا الامر يختلف حسب كل حاسوب واخر، يعني حاسوبك لا يمكن ان تكون بهذا الشكل دائما، يمكن ان يكون 4000، يمكن ان يكون 2000 على حسب حاسوبك انت. وهنا لدينا ما تختاره أنت للبرنامج. مثلا بالنسبة لي أنا شخصيا أقول له استخدم 1 جيجا بايت فقط من الرام أو 30% من الرام. يمكن زيادتها من هنا، مثلا يمكن جعل البرنامج يعمل بكل قوة الرام من هنا، لكن إذا عملت بهذا الشكل فإن البرامج الأخرى ستتوقف عن العمل وستواجه مشاكل في حاسوبك. لذلك يمكنك ترك مسافة أو مساحة للبرامج الأخرى، يمكنك الاشتغال على 70% أو 50%، بالنسبة لي شخصيا أفضل دائما 30%. هنا لدينا معلومات أخرى، يقول لك البرنامج هل أنت تعمل على مشروع مثلا طويل وورقة طويلة ونحيفة، يعني طويلة في الطول كبير والعرض قصير قليل، في حين أنه يمكن العمل بالديفولت عادي ويمكن أن تكون هذه الورقة كبيرة وعريضة أيضا. يمكن أن تختار أي خيار حسب الورق الذي تعمل عليه أنت، وكما تلاحظ كلما تختار أي واحدة منهم فإنه سيغير في الكاش ليفل من هنا بهذا الشكل. هنا أيضا لدينا شيء مهم جدا وهو الهيستوري ستيت. ما المقصود بالهيستوري ستيت هو أنك تأتي إلى الويندو الخاصة بالهيستوري بهذا الشكل. الهيستوري هي عبارة عن الذاكرة التي يقوم بعملها البرنامج لكل ما تقوم به أنت في برنامج الفوتوشوب. لاحظ معي الآن، نأتي ونرسم، فإنه كتب هنا بأني رسمت. لو أقوم مثلا بالرسم مرة أخرى بهذا الشكل سيكتب بأني رسمت أيضا. الآن كلما أرسم خط يتم حفظه بهذا الشكل. لاحظ معي كل مرة يقوم بحفظ. الآن توقف عن الحفظ، لماذا؟ لأنه أنا واضع له في هذا المكان 20. 20 المقصود بها أنه سيقوم البرنامج بحفظ 20 مرة من نفس الأداة وكتابة 20 مرة ما قمت بعمله من نفس الأداة من هنا. في حين الآن مثلا لو آتي إلى أي شيء آخر، لا أدري مثلا كتابة، لو أكتب فإنه سيقوم بوضعها كما تلاحظ معي. كتب التايب أو الكتابة وبدأ بحفظ الكتابة. هذه فائدتها الهيستوري، هي أنه يمكن مثلا أنا عملت ثم تفكرت أني أخطأت في شيء، يمكنني العودة مباشرة إلى ما قمت بعمله. مثلا يمكن العودة والتراجع إلى الخيار الأول تماما بهذا الشكل.
هذه هي فائدة هذه الأداة ببساطة، وهذا فائدة الرقم الذي تحدثنا عنه منذ قليل في هذا الخيار هنا 20. جيد، لحد الآن أعتقد أن كل شيء سهل وبسيط. باقي لدينا شيء آخر، وهو المكان الذي سيحفظ فيه الملف وسيستخدمه البرنامج. كما تلاحظ هو دائما يستخدم سي أو ديسك دير سي أو درايف سي، في حين أنه يمكنك تغييره. كما تلاحظ معي شخصيا أستخدم الأو من هنا لأنه لدي فيه مساحة كبيرة وهي 121 جيجا بايت، في حين أن السي بالنسبة لي فيه مساحة قليلة جدا وهي 5 جيجا بايت فقط، وهذا يؤثر على عمل البرنامج أيضا. باقي العناصر هنا لدينا كل ما له علاقة بالكيرسور، كيرسور نعم، وهنا لدينا أيضا كل ما له. هذه الأداة هنا في الأصل تقريبا يمكن تركها كما هي ولا تؤثر كثيرا، خاصة عندما ترسم كيف ستظهر معك، وعندما تقوم باختيار اللون كيف سيتم اختيار اللون إلى آخره. هذه معلومات يعني لا أعتقد بأنها ستكون مفيدة جدا لك، لذلك يمكن أن الاستغناء عنها. يمكنك العمل أنت وفق ما يناسبك. مثلا عندما أستخدم ستاندر فإني عندما أرسم بالفرشاة ستظهر لدي الفرشاة بهذا الشكل، في حين أنه يمكن أن تظهر لدي الفرشاة بهذا الشكل، يمكن أن تظهر لدي الفرشاة بهذا الشكل، أو تظهر بهذا الشكل. يعني أمور تافهة تقريبا لا فائدة منها. نفس الشيء هنا عندما تقوم بالتقاط اللون، هل يظهر بهذا الشكل الماوس الخاص بك أو يظهر بهذا الشكل؟ يعني أشياء لا علاقة لا فائدة منها تقريبا. هنا أيضا هذا الأمر الخاص بالترانسبارنس تقريبا أيضا لا فائدة منه. لاحظ معي الآن إذا قمت بتحريك هذه الصورة هنا تظهر لدينا هذا الشكل، وهو عبارة عن الشفافية أو يرمز إلى الشفافية، أنه لا يوجد شيء هنا وشيء شفاف هنا. الآن إذا عدت إلى القائمة الخاصة به وهي Transparency من هنا، هنا يمكنك اختيار كل ما له علاقة بهذه المربعات، سواء كانت Small بهذا الشكل أو Medium يعني متوسطة، ويمكن اختيارها Large بهذا الشكل. لاحظ معي يعني أمور تافهة. هنا أيضا بالنسبة يمكنك اختيار مثلا اللون الخاص بالترانسبارنس، هذا على حسب أنت ونظرتك وبالنسبة لما يريحك وما يريح عينيك. أنت شخصيا أحب تركها بهذا الشكل. يمكن أيضا تغيير اللون الخاص بها بهذا الشكل أيضا، وهنا تغيير الأوباسيتي أو هنا يمكنك تغيير الأوباسيتي الخاصة باللون أو شدة اللون. دعنا من هذه الأمور التي لا فائدة منها، لكن نأتي إلى شيء مهم جدا وهو اليونت أند رول، وهو الخاص بالوحدات. أمر مهم جدا، الوحدات التي يمكنك استخدامها. لاحظ معي هنا رول أو المسطرة، وما هي الأداة التي يمكن العمل بها. يمكن مثلا أنك تعمل بالبيكسل، إنش، سنتيمتر، مليمتر إلى آخره. يفضل دائما إذا كان الشيء له علاقة بالويب أو له علاقة بالإنترنت تعمل بالبيكسل، مثلا كوفر فيسبوك، في حين أنه إذا كان شيء سيطبع بطبيعة الحال ستعمل على السنتيمتر والمليمتر. الرول هي هذه المسطرة المتواجدة هنا. لاحظ معي الآن تبدأ مثلا هذه الورقة، دعونا نعيدها إلى ما كانت عليه بهذا الشكل. الورقة هذه أو الصورة هذه تبدأ من 0 وتنتهي عند 45 سنتيمتر في الطول، في حين أن عرضها من 0. لاحظ معي عندما آتي إلى هنا بالماوس تظهر هنا هذا الخط المتقطع الذي يبين لك أين أنت. هنا لدينا من 0 إلى غاية كم؟ حوالي 37 سنتيمتر. هذه الرول من هنا، لاحظ معي عندما أقوم بالتحريك تظهر معي بالسنتيمتر، مكتوب بالسنتيمتر، وإذا غيرتها إلى المليمتر ستظهر لك بالمليمتر. هذه سنتحدث عنها لاحقا، هذه الأداة الخاصة بالمسطرة. نعود إلى القائمة الخاصة بنا. هنا بالنسبة لتايب بالفرنسية تيب، لكن ليس نفس المعنى تايب. هنا المقصود بها هي الكتابة، كيف تقيسها؟ تقيسها بالبيكسل أو البوينت أو المليمتر.
دائما تقريبا يتم قياسها بالبوينت، لأنه هذا هو القياس العالمي المتعارف عليه في الكتابة. لاحظ معي، عندما أكتب أي شيء تأتي إلى هنا، ستلاحظ أن الأبعاد الخاصة بها أو حجمها يقاس ب بي تي، وهو بوينت أو النقاط. أوكي، نعود إلى قائمتنا ونعود إلى اليونت. هنا بالنسبة للقياسات يمكنك تعديلها من هنا، قياسات الورقة، ويمكنك تعديلها من فايل ونيو عندما تقوم بإدخال الورقة الجديدة الخاصة بك. دائما أيضا لديك القياسات الخاصة بها. لاحظ معي الآن، هنا لدينا نيو دوكيمون. عندما تقوم بإدخال ملف جديد أو فتح نيو ملف جديد في برنامج الفوتوشوب، عندما يكون هنا لدينا برنت ريزوليشن، برنت ريزوليسيون بالفرنسية ريزوليسيون، وهي الدقة. هنا لدينا 300 عندما يكون ملف له علاقة بالطباعة، و 72 عندما يكون ملف ليس له علاقة بالطباعة وسيكون خاص بالويب فقط. هذه يمكنك تعديلها من هنا، في حين يمكنك تعديلها عندما تأتي إلى نيو وتعمل عليها يدويا وفق ما يناسبك أنت. تقريبا دائما تكون 372 بهذا الشكل. هنا بالنسبة للجايد، الجايد هذه هي الخطوط التي تحدثنا عنها سابقا. لاحظ معي الآن، عندما قمت بإحضار خط هنا ظهر بهذا اللون. يمكنك تغيير هذه الألوان من هنا من جايد. دائما لاحظ معي، يمكنك تغيير إلى هذه الألوان أو ألوان أخرى بالضغط فقط هنا، وتختير تغيير إلى اللون الذي يوافقك أنت ويناسبك بطبيعة الحال. هنا بالنسبة للستيل لدينا اللاين أو داش لاين، داش لاين، وهي عبارة عن نقاط، سواء كانت بهذا الشكل عبارة عن نقاط أو خطوط. شخصيا أفضلها دائما عبارة عن خطوط. هنا لدينا سمارت جايد، وهي عبارة عن الخطوط المساعدة الذكية، كيف تريد ظهورها أيضا إلى آخره. هذه أيضا مجموعة من المعلومات التي يمكنك التعديل عليها. هنا بخصوص الجريد، وهي الشبكة، كيف تفضل الألوان الخاصة بها والتعديلات الخاصة بها. هنا في حالة كانت لديك بليجن يمكنك التعديل عليها من هنا، وهنا لدينا كل ما له علاقة بتيب اوبسيون من هنا. اترك هذه الامور على حالها دائما. هذا كان كل ما له علاقة بالتعديل على الاعدادات العامة للفوتوشوب قبل ان تبدأ في العمل. تقوم بتعديلها مرات واحدة حتى تسهل على نفسك العمل وفق ما يناسبك انت. الآن بعدما تحدثنا عن واجهة البرنامج، تحدثنا أيضا عن أداة Preference، وهي أداة التعديل على الإعدادات العامة للبرنامج. نأتي إلى عنصر مهم جدا يجب أن تعرفه قبل أن تبدأ بالعمل في الفوتوشوب، بالأخص فوتوشوب المعماري للمعماريين. هذه الأداة هي اللاير أو الطبقات. أداة مهمة جدا جدا يجب الانتباه لها وفهمها بشكل جيد، لأنك ستعمل عليها بشكل كبير جدا. هذه الأداة متوفرة لدينا هنا، ها هي مكتوبة لديك لاير، وهي موجودة في أقصى اليمين هنا. سأتي بها الآن إلى هنا حتى تظهر لنا بهذا الشكل الواضح جدا. هذه الأداة يمكنك إظهارها دائما من خلال ويندو، ثم تأتي إلى لاير أو بالضغط على F7 من لوحة المفاتيح الخاصة بك لإظهار هذه الأداة، أو نعم لهذه الأداة الخاصة بالطبقات. لاحظ معي، أدخلنا هذه الصورة إلى هنا. أنا الآن كلما أريد تحريكها بأداة موف، الأداة تحريك معروفة في كل الأدوات، لا يمكنني التحريك، ويظهر لي بالبرنامج أنه لا يمكنك تحريك هذه الأداة لأنه مغلقة. يمكنك فتح إغلاق الأداة من هنا، كما تلاحظ لدينا هذا الإغلاق هنا. يمكنك الضغط ضغطتين عليه ثم الضغط على أوكي بهذه الطريقة ويتم فتحها. الآن يمكنك تحريكها وفق ما يناسبك أنت. الآن لدينا بالنسبة لهذه الأداة، يمكن مثلا أريد أن أرسم أي شيء هنا في هذه اللوحة،
ما أقوم به هو إنشاء طبقة جديدة، كل شيء أقوم بعمله أنشئ له طبقة جديدة أقوم بوضعه فيها بهذا الشكل، يسهل علي العمل والتراجع والتعديل بشكل مدقق، وهي من أهم الأدوات كما قلت سابقا في البرنامج. لعمل طبقة جديدة تأتي دائما إلى هذا المكان هنا أين تظل لك Create a New Layer، نضغط عليها وها هو تم إنشاء طبقة جديدة. الآن إذا أتيت مثلا وقمت بعملية الرسم بهذا الشكل على اللوحة الخاصة بنا، فإن هذا ما قمت بعمله يمكنني تحريكه لوحدي لأنه ليس له علاقة باللوحة الأصلية والصورة الأصلية، كما يمكنني إخفائه بهذا الشكل، كما يمكنني التعديل عليه لوحده بهذا الشكل، كما يمكنك في النهاية حذفه. طريقة الحذف فقط تقوم بالضغط على هذه اللاير ثم تضغط على Backspace أو Supreme من لوحة المفاتيح، أو يمكنك أن تأتي إلى هذه الأداة المتواجدة هنا الخاصة بـ Delete Layer وتضغط عليها ضغطة واحدة. يقول لك هل أنت متأكد من حذفها؟ أقول له يس بهذه الطريقة. أمر بسيط وسهل جدا. الآن مثلا إذا أردت أنك تقوم بنسخ هذه الأداة أو هذا اللير الطبقة الخاصة بهذه الصورة، كل ما في الأمر هو أنك تقوم بسحبها بهذا الشكل وتأتي إلى New Layer ثم تترك فتظهر لك مكتوبة هنا Layer Copy بهذا الشكل. طريقة أخرى بالضغط على Ctrl G من لوحة المفاتيح وتظهر لنا بهذا الشكل. طريقة سهلة وبسيطة يمكنك عملها بطبيعة الحال. الآن إذا قمت بعمل مثلا Layer الأولى قمت فيها بالرسم باستخدام لون مثلا هذا اللون، قمت بوضع شكل هنا، ثم أتيت إلى اللاير الثانية وقمت أيضا بتغيير اللون مثلا وقمت بالتلوين هنا بهذا الشكل إلى آخره. مثلا عملت مجموعة من اللاير الخاصة بالعمل وبهذا الشكل. الآن كل لاير يمكنك إظهارها وإخفاؤها بالضغط على العين المتواجدة أمامها. لاحظ معي السهم الذي أنشأناه مؤخرا يمكنك إخفاءه وإظهاره بهذا الشكل، نفس الشيء بالنسبة لهذه وهذه. يمكنك التعديل على كتابة اللاير الخاصة بك، فقط اضغط ضغطتين على الاسم فيمكنك التعديل عليها، مثلا يمكنك كتابة أي شيء يعود لهذه اللاير الخاصة بك حتى تتمكن من ترتيب الأمور في المشروع الخاص بك. بهذا الشكل. في حال كان مشروع كبير جدا ستلاحظ بأن عدد اللاير سيكون كبير جدا لدرجة أنه سيختلط عليك الأمر ويفضل دائما ترتيبها. الآن لتحديد اللاير يمكنني تحديدها من هنا، مثلا هذه اللاير أقوم بتحديدها من هنا. لعمل تحديد للاير 2 أو أكثر مثلا أريد تحديد هذه الثلاثة مع بعض، أضغط على الأولى ثم Shift وأضغط على الأخيرة فيتم تحديدهم كلهم. في حال أردت تحديد الأولى والأخيرة فقط أضغط على Ctrl وتحديد الثانية فيتم تحديدهما مع بعض. عندما تضغط وتفعل هنا Auto Selection وهو التحديد الآلي في الفلاش، تظهر لك في الفلاش هنا. عندما آتي إلى هذا المكان وأحدد فيتم تحديد أوتوماتيكيا اللاير، في حين إذا قمت بإخفائه عندما أحدد هنا لا يتم التحديد بشكل أوتوماتيكي وسيكون ملزم علي الضغط على Ctrl لأقوم بالتحديد لذلك يفضل دائما أنك تفعل Auto Selection من هنا لتحديد أي شيء، فقط تحدد من هنا يتم تحديده في الطبقات ويمكنك تحديد الطبقة مباشرة. الآن مثلا لدينا هذه الطبقات يمكنك عملها في جروب خاص بها. كيف تقوم بعمل الطبقات في جروب؟ تقوم بتحديدهم كلهم وتقوم بسحبهم إلى جروب وهو هذا الملف المتواجد هنا، فأصبحوا كلهم في جروب واحد يمكنك إظهارهم من هنا وإخفائهم بهذا الشكل.
يمكنك تغيير اسم الجروب من هنا وكتابة أي اسم آخر.